بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي الحلوين، متابعيني الجمال، اجمعوا هنا معايا بسرعة بسرعة. أول مرة أعمل الإندومي الكوري، أول مرة أعمله، صنع إيديا وحياة عينيا، ويلا بينا نشوف. والطريقة طلعت بسيطة جدا جدا. أول حاجة أنا جبت طاسة واسعة كده وحلوة علشان هعمل باكوين إندومي. اول حاجه عملنا ايه في الطاسه، حطينا معلقه زيت ومعلقه سمنه، وحطي معلقه توم كده حلوه كبيره مهروسه، وقلبي التوم كده شمال ويمين لحد ما ياخد لون ذهبي، وكلنا عارفين اللون الحلو بتاع التوم. والتوم اهو ابتدى ياخد اللون الذهبي الحلو، وانا بعد ما قلبته طبعا شمال ويمين كده رشيت له معلقتين بابريكا ومعلقه شطه. ادي البابريكا والشطة، وممكن لو عايزة تزودي حبة الملح ممكن، برضو عايزة تزودي حاجة تانية من البهارات بتحبيها برضو مفيش مانع. تمام التمام، كله شغال. وقلبي كده بحيث التوم ياخد من الشطة والبابريكا. التوم بقى هيتحول كده يبقى لونه احمر كده، واللون ايه هيبقى تحفة، هيبقى جنان زي ما انتوا شايفين. ادي اللون وجماله. تمام كده، وحطينا معلقة بابريكا كمان، قلنا كده بقى ايه نحمر اللون شوية ونزوده. بصي الجمال والحلاوة، بصي اللون تحفة. هنجيب بقى كوبايتين مية حلوين كده، ممكن تحطيهم مية مغلية، ممكن تحطيهم مية من الحنفية، بس يفضل مية باردة. ادي كوبايتين مية، وقلبي كده تاخد وتدي مع بعضها. دي كل دي ما بتاخدش معاكي 5 دقايق، سريعة جدا وسهلة وجميلة وفي البيت. تمام ماشي، مفيش مانع. حبة مية كمان، بصي لون المية وجمالها. دي تعتبر بقى الشوربة بتاعة الاندومي. فكي بقى كيسين الاندومي كده وحطيهم جنب بعض في الطاسة او في الحلة براحتك يعني. بصي الجمال والحلاوة، بصي شكل الاندومي بيشكشك كده على النار وبيقول تعالوا تعالوا يلا الاكيلة. جميل جدا والله، يلا جربوه الاندومي الكوري اللي في البيت بقى تبع عمايل ايديكي. حطينا دلوقتي البهارات بتاعته اللي جاية معاه في الكيس، طبعا دول كيسين علشان دول باكوين. انا ما حطيتش ملح، انا اكتفيت بالملح اللي في العبوة نفسها، انما زودت شطة، زودت بابريكا وبس، هي الشطة والبابريكا اللي زودتها، والثوم طبعا في الاول. عندك بقى معلقة صلصة حلوة كده تقومي حطاها، معلقة صلصة واحدة كفاية، معلقة كبيرة صلصة، لان البابريكا محمرة اللون لوحده ومخليها حلو قوي قوي زي ما انتي شايفاها كده. جميلة جميلة جميلة. قلبي كده، عايزة تزودي حبة المية عشان نقصه شوية؟ ماشي تمام، شغال معاكي، سهلة وسريعة وما فيهاش اي حاجة. وهنا هو حطيت معلقة صلصة كبيرة زي ما قلت لكم بالظبط، وقلبي كده خلي الصلصة تاخد اللون كله وتاخد الطعم كله بس كده. هي كل ده بتبقى سريعة سريعة ما فيهاش اي حاجة، حوالي 5 دقايق 7 دقايق وخلصت على كده. وطفي النار وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.